اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس بقى جبت لكم معايا النهارده، فاكرين الايه الجزء السيليكون الماسك ده اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو الاولاني؟ النهارده فيديو تاني من الباربي ماسك ده، بقى معايا جبس لازم ان احنا نطلعه، اوريكم ازاي نقدر ان احنا نستخدمه عشان نعمل الايه الماسك بتاع باربي. احنا اول حاجه عملنا القالب اللي بيتشكل، وهنحتاج بقى معانا كوبايه ومعلقه زي ما بوريكم كده. بعدين ايه هنحط بقى الجبس في الايه في الماسك السيليكون بتاعها ده، بعدين هنسيبه ينشف وكده نطلع بقى الماسك، والماسك بتاعي يكون جاهز باللون الابيض. بعد كده نقدر ان احنا نلونه في الجزء التالت من باربي ماسك. اوكي، شلنا بقى الزيادات وحطيتها بقى كده جوه. اوكي، فاكرين احنا مطلعينه عشان بقول لكم الزياده اللي جوه دي عشان يقدر ان الجبس بقى ياخد وضعه جوه، وحطيتها بقى كده. دي اول حاجه عملتها، وشها بقى صغير. اوكي، البروفايل بتاعها صغير جدا. بعد ما نحطها عشان اتاكد بقى لازم اتاكد بس ان هي لمسه كل حاجه جوه عشان الجبس لما يتحط. بعدين تاني حاجه بقى هنعملها دلوقتي، هنجيب بقى كوبايه الميه. بص حطيت ميه قد ايه، صغيرين قوي. بعدين هنقدر ان احنا نحط بقى معلقه جبس كده، حطيتها كلها. بعدين بظهر المعلقه وجاي مقلبه لحد ما تبقى عجينه جاهزه. اقعد بقى اقلب كويس لحد ما تبقى عجينه خالص. واو، بصوا خليتها بقى عجينه جامده جدا. كل اللي حطيته بقى نقطه ميه صغيره، بقت عجينه جاهزه خالص. نقدر بقى ان احنا جاي صبنا وحطينا بقى في الماسك الايه السيليكون بتاعي علشان نقدر ايه نسيبها تنشف ويكون الماسك بتاعي جاهز. واو، بصوا بقى جبنا سكينه اهو، وشلنا بقى الحاجه كده وحطيتها بقى كده في الايه في الماسك، مفيش اي مشكله عندي اهو. واو، شفت حطيتها ازاي بمنتهى السهوله. اوكي، انا عن نفسي عجباني جدا جدا جدا. وبعدين هقعد اخبط كده عليه عشان كل البلالين تطلع من بره، عشان ما يبقاش فيه اي نقطه هواء جوه فتعمل لي خرم في الايه في الماسك عشان الهواء كله يطلع فوق. فدينا كده اتاكد، لازم اقعد اخبط بس كده جامد عشان الهواء كله يطلع بره. واو، بصوا بقى نسيبها بقى تنشف. وبعد ما سيبناها نشفت، اوكي هنقوم جايين فاكين بقى الماسك. واو، بصوا بقى شكله جامد ازاي، ده الماسك فعلا طلع شكله فظيع حلو قوي. طبعا يا خساره المراخير بتاعتها اتكسرت، شكلها بيضحك قوي، بس المراخير يعني طلعت مكسوره فشكلها فعلا مرعب. لا لا، تعالوا ممكن نعمل بقى فيديو تاني احنا نركب مناخيرها، بس مش مشكله يعني، انا عايزه بس اكمل ان انا الون الماسك واشوف شكله هيكون عامل ازاي في الفيديو التالت. واو، لا بس فعلا الوش طلع مسخره عشان المناخير اتكسرت. انا عن نفسي عجبني جدا جدا الماسك ده. طبعا انا كنت هعمل الاطفال عشان اوريكم ايه الفيديو التالت لما نيجي نلون الايه الماسك بتاع الفظيع بتاع ايه بتاع باربي. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم، بليز قولي لي رايكم في الكومنتات، بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.